السلام عليكم، قناة الأستاذ جلالي في تجربة جديدة لكسر الروتين، وكل سنة وأنتم طيبين. الله يرحم ديك اللي مشات وخلاتها كلها في صنعته فارس، يعني يدعي الإتقان. الله يرحم من قال كان هاني وشرى معزة، قحم نفسه في المشاكل. كل ما زمرنا لله يعني مضيعة للوقت. كون سبع وكلني يعني كون نافع إلى بغيت عتبني. كل زرع تيجيب له الله كيالو، يعني حتى الرديء مطلوب. قول الحمار سيدي حتى تقطع الواد، يعني تمسكن حتى تمكن. لبس العويد يولي جويد، الباس يرفع صاحبه. كل زبيبة فراسها عود، الكمال لله تعالى. أجاب كعو البعو، كع صوت الديك، بع صوت الخروف. الراجل قفا بلا ودنين، ما تعول عليه. قولوا بيضة بيضة واعطيوني نص نص، يعني يتحايل عليهم.